بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض مكرونه وبفتيك كده على السريع. دلوقتي الساعه 5:30، يا ترى هنخلص ساعه الفطار ولا لا؟ تعالي معايا بقى كده بسرعه 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 بسرعه، لو انت مستعجله هنعمل الفطار دوت سهل وبسيط كده ولذيذ وهيبقى حلو ان شاء الله. اول حاجه معايا البفتيك، طبعا انا فكيته من التلج لاني كنت شايلاه في الفريزر. هجيب بقى بولة عندي كده او طبق او علبة تلاجة او اي حاجة غويطة. هبدأ اتبل البفتيك. بتبل البفتيك ازاي؟ حطيت خل، هحط خل كده. الخل بيخلي البفتيك يستوي بسرعة على النار لان بيسوي الانسجة بتاعت اللحمة. هحط نص ليمونة، مش كتير، هو نص واحد بس. انا بحب احط مع البفتيك بحب احط ليمون وخل، بس مش بحب احط بصل خالص، بحط بودرة بصل مش بصل. واحط شوية فلفل اسود. المكرونة بقى هعملها بطريقة حلوة قوي هتسهل عليكي وهتبقى طعمها حلو جدا، وعندك في البيت هيحبوها على طول. وبتسهل عليا احسن من المكرونة المسلوقة. هوريكي دلوقتي انا بعملها ازاي. كده حطيت الملح والفلفل الاسود والخل والليمون، هحط بقى توم بودرة وبصل بودرة، بس التوم هحط شوية صغيرين جدا. ده البصل، مش واضح ليه، اهو ده البصل. هحط حوالي معلقة اللي هي بتاعت الشاي اهي الشكل ده كده، والتوم ده التوم هحط بقى ايه شوية صغيرين قوي لاني انا مش بحب ريحة التوم في البفتيك بالشكل ده كده. وهقلب كل ده كده مع بعضه. دي التتبيله اللي انا بحبها في البفتيك، يعني مش بحب اضيف اي حاجه تانية. هبدا بقى ان انا انزل البفتيك كده بتاعي. البفتيك لو في حته كبيره مش بحب ان انا اقطعها دلوقتي، بقطعها لما باجي احطها في الدقيق بيبقى سهل عليا. طبعا ما ترميش البفتيك كله كده مره واحده، لازم تتبليه كده واحده واحده علشان خاطر بيبقى متني كده. بصي زي ما انت شايفه كده، وايه وممكن ما تتبلش معاكي. دلوقتي انا تبلت البفتيك بالشكل دوت، هبدا اروق بقى عندي الرخامه كده ونظبط الدنيا علشان خاطر ما تبقاش الدنيا عندي متكركبه حواليا. الخطوه اللي بعد كده هعملها ايه؟ هسيبه بقى يشرب من التتبيله شويه وبعد كده هروح اعمل المكرونه. بس قبل ما اعمل المكرونه هعمل العصير عشان الحق احطه في الثلاجه ويسقع شويه. العصير اللي انا هعمله النهارده هعمل عصير صوبيا. الصوبيا انا بحب اعملها باللبن، مش بحب اعملها بالميه بصراحه. ناس كتير قوي بتعملها بالميه لكن انا بحب اعملها باللبن. دي الصوبيا. حطيت اللبن هنا بقى، هبدا انزل عليه بثلاث معالق سكر. مش بحب سكر كتير في الصوبيا عشان بتبقى مسكره قوي ما بتبقاش حلوه. ادي كده معلقتين كده ثلاث معالق. هحط كمان بقى الصوبيا، هحط ثلاث معالق صوبيا او معلقتين ونص. دول كيسين لبن مش كيس واحد. كده اتنين ونص، مش هحط كتير علشان خاطر هي الصوبيا ديت خام وحلوه جدا، حتى لو حطيتي معلقه واحده بتديكي نتيجه كويسه. هضرب بقى كل دوت كده في الخلاط وهحطهم في الثلاجه يسقعوا. بس بضربهم في الخلاط، انا ممكن اقلب كده وبس، لكن لما تضربيها في الخلاط بيطلع فوم كده في النهايه، بيبقى حلو قوي لما بتصب في الكوبايات، بيديكي طعم حلو قوي كده وزي بتاع المحلات واحلى كمان. هضربها في الخلاط ونرجع نشوف هنكمل بقيه ايه مع بعض. بصي دلوقتي بعد ما حطيت الصوبيا بقى في الثلاجه هبدا احمر المكرونه، لان المكرونه دي هتاخد على الاقل كده ساعه الا ربع، فيعتبر دلوقتي الوقت مناسب جدا اللي انا احمرها. حطيت زيت في الحله وبعد كده هبدا انزل بقى بالمكرونه بتاعتي. خلي بالك ان المكرونه دي بتعمل كميه كبيره، يعني ما تستهونيش بالكيس اللي هو 400 جرام، لا 400 جرام ده هيعمل لك حله محترمه. انا حطيت كيس ونص. هبدا بقى اقلب المكرونه
حاولي وانت بتقلبي المكرونه اللي انت تبقي واقفه قدامها ما تسيبهاش، لان لو سبتيها هتبقى واحده وواحده وهتبقى في الطبق كده شكلها مش حلو. عايزينها كلها تبقى شكلها حلو كده وكلها واخده لون بعض، مش واحده محروقه وواحده لسه بيضه. بصي دلوقتي بعد ما حمرت المكرونه بالشكل ده كلها واخده نفس اللون، مفيش واحده وواحده، علشان انا قدرت ان انا اقلب فيها بالشكل ده كده اهو. يعني وقفت قدامها 5 دقايق ما سبتهاش، لو سبتيها بقى هتتحرق منك وتبقى واحده واحده وشكلها مش حلو. هبدا انزل بقى بالصلصه بتاعتي. انا هستعمل المعجون اللي هو الصلصه، هحط 2 معلقة كبار لاني عايزاها تبقى حمرا قوي. اعمليها بنفس الطريقه ديت، بجد هتفرق معاكي قوي في الطعم وهتبقى طعمها حلو قوي، مش مجرد مكرونه محمره كده بس لا. قلبت كده الصلصه مع المكرونه، هبدأ بقى عندي مكعب مرقة بصي عندي مكعب مرقة اهو، هبدأ اللي انا اضيفه، وكمان هضيف بقى ملح بس مش ملح كتير علشان خاطر احنا حطينا مكعب مرقة، هضيف شوية فلفل اسود عشان يدوها طعم حلو. فعارفين اللي انا مدمنة فلفل اسود فبدخله في جميع الاكلات بيبقى طعمه حلو قوي. اهو ده الملح اللي انا هضيفه، مش هضيف ملح كتير علشان خاطر حطينا مكعب الملح. هقلب كل ده بقى كده مع بعضه شويه. مكعب المرقه هيدوب دلوقتي معاكي اهو. انزل بقى بالميه. الميه بقى على حسب نوع المكرونه بتاعتك، انا مكرونه حوا ديت بتاخد ميه زياده شويه. بصي دلوقتي بعد ما حطيت الميه بالشكل ده كده وطبعا حطيت التوابل، هقلبها بس تقليبه كده واحده صغيره بالشكل ده كده، وبعد كده بقى هسيبها على النار واغطيها واسيبها تغلي اول غلوه. بعد اول غلوه هوطي النار، هعملها معامله الرز بالظبط عشان خاطر ما تلزقش في ارض الحله بالشكل ده كده. اول ما تغلي الغلوه الاولانيه هوطي النار عليها تماما عشان تستوي براحتها وتشرب واحده واحده من غير ما المكرونه تتكسر، من غير كمان ما تلزق منك في الحله. تعالي معايا بقى نتبل البفتيك عشان مفيش وقت. بصي دلوقتي بقى هبدا ان انا اتبل البفتيك. بتبل البفتيك والبانيه، بحط كيس كده شايفه كيس اللي هو كيس التلاجة النظيف، بقطعه نصين وبفرده على الرخامه، بيسهل عليا الدنيا وكمان ما بيكترش المواعين. وبعد ما بخلص لو في باقي في الكيس بروح لماه كده ورمياه في الباسكت على طول. عندي هنا 2 بيضة هحط عليهم شويه لبن، مش كتير، حوالي مثلا نقول 4 معالق لبن. هقلبهم بقى كويس. اللبن هيكتر الكمية شوية وكمان هيساعد اللي هي تبقى سايلة اكتر بالشكل ده كده. طبعا انا لسه هتبلها، هحط بقى الدقيق. طبعا انتوا عارفين ان انا بحط الدقيق كده في بطرمان وحاطه فيه معلقة، هحط الدقيق في هنا، هحط حوالي 3 معالق كده مش كتير، ولو عصت تاني هحط. البقسماط بقى انا بعمله عندي في البيت، وطبعا انا اوريكم الطريقه اللي انا بعملها. اللي ما شافتش الطريقه هسيبها لها في صندوق الوصف. هحط بقى البقسماط الناحيه التانيه كده، هحط حوالي برضو يعني اكتر من دقيق شويه، لان البقسماط بيبقى كتير شويه بالشكل ده كده. طبعا البقسماط ده انا متبلاه وحاطه فيه كل حاجه، مش محتاج ان انا احط اي حاجه. عندي بقى الفلفل الاسود هحطه على البيض، وهحط شويه على الدقيق، كمان الملح هحط شويه على البيض برضو، شويه على الدقيق.
مع الاضافه بقى لنسبه، يعني هقول لك ايه، ثانيه او ايه اسمها، ثانيه ولا اسمها ايه، ذره شطه بسيطه جدا. الشطه دي حراقه قوي قوي قوي، جبتها من عند حراز. ما شافتش الفيديو بتاع التوابل ده لازم تروح تتفرج عليه، بجد الحاجه تحفه. طعم التوابل في الاكل بيبقى طعمه حلو قوي، بالذات لما تكوني جايباها من حد انت واثقه فيه. الحاجه بتاعته نظيفه، هي اي نعم غاليه شويه، مش غالية كتير يعني، هي غالية حاجات بسيطة، جنيهات مش اكتر، بس حاجة مضمونة، حاجة انتي ضمنوها، حاجة هتعيش معاكي وهتاخدي منها كمية قليلة وهكنك حاطة كمية كبيرة جدا. احسن ما تروحي تشتري من حد مش موثوق فيه وتاخدي، بدل ما تاخدي مثلا زي ذرة الشطة اللي انا خدتها دي، تاخدي معلقة كبيرة. التوابل بتاعتك هتخلص بسرعة وهتبقى طعم الاكل مش حلو. البهارات تحفة، خلي الاكل طعمه حلو قوي. مش بعمل دعايه والله العظيم، لكن هو فعلا الحاجه تستاهل اللي انا اقول لكم عليها حلوه عشان تشتروا من عنده. كده بقى هبدا ان انا اتبل البفتيك بتاعي. اول حاجه هعملها، بحب ان انا اعمل البيض لوحده والبقسماط لوحده، الديل قصدي لوحده والبقسماط لوحده. هحط بقى كده حته البفتيك بتاعتي في الدقيق، مش بحب احط الاثنين على بعض. اسفه طبعا لو متعوره، هي دي السبب، السكينه دي السبب، هي اللي عورتني. هقطع كده الحاميه جدا 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 فوق ما تتخيلوا، صعبه قوي التعويره بتاعتها. كنت بفتح علبه جبنه يا جماعه، يعني سبت المقص ورحت للسكينه، راح صباعي طاير يعني، المفروض كان يتخيط بس الحمد لله. بصي بحط البفتيك في الدقيق كده الاول. في المرحلة دي انا بعمل بايديا. ليه بقى بعمل بايديا؟ لاني لسه ما حطيتش فيه اي سائل، فمش هيمسك في ايديا البقسماط. بصي دلوقتي بعد ما تبلت البفتيك بالدقيق كله، هبدأ بقى اللي انا انزله في البيض عشان احطه في البقسماط. بالشكل ده كده هاخد قطعة البفتيك احطها في البيض. طبعا كلنا عارفين المواضيع دوت وبنعرف نعمل ديت، بس خطوة مهمة جدا اللي انت تعمليها علشان خاطر ما تهدريش في البقسماط اللي انت تستعملي الشوكة. لان انت لو حطيتي ايديكي في البيض ورجعتي حطيتيها في البقسماط تاني، كل كمية البقسماط هتطلع على صوابعك، وكلنا مجربينها وكلنا عارفين الموضوع دوت. فلما تعملي الخطوة دي بالشوكة مش هتهدري في البقسماط خالص، ومش هترمي منه حاجة. طبعا انا عملت معاكم البفتيك ده كتير قوي، هسيب لكم برضو الرابط بتاعه في صندوق الوصف اللي حابة تتفرج عليه الفيديو بالتفاصيل بقى، كل حاجة عملتها معاكم خطوة بخطوة. لان في ناس كتير قوي ما بيستويش منها، وفي نفس الوقت ما بي الغلاف اللي بره او الكفر اللي بره بيخرج وبيبقى طعمه مش حلو كده، وبيبقى كمان كشكل مش حلو. بصي بتبداي بقى تضغطي عليها. في المرحله دي بقى انا بستخدم ايديا. ليه بقى بستخدم ايديا؟ خلاص هي ما بقاش فيها بيض خالص، فتقدري اللي انت تضغطي عليها كده اهو بالبقسماط بتاعك علشان خاطر تستوي معاكي كويس. انا عملتها اهو بالشكل دوت كده، هحطها بقى هنا ونعمل واحده تانية مع بعض. برضو قبل ما احط ايديا عليها بحط شويه بقسماط فوق الوش علشان خاطر البيض ما يجيش على ايديا، مش عشان ايديا تتوسخ ولا اي حاجه، لا طبعا ما ايديا اهي، لكن كميه البقسماط كلها هتطلع على ايديكي وهتهدري منها جامد قوي، وفخساره طبعا وحرام. الشكل ده كده خلصت معايا. وموضوع الكيس دوت حلو قوي، جربي موضوع الكيس ده هيعجبك، هوريكي في اخر الفيديو بعد ما اخلص الكميه كلها، هوريكي الكيس ده عمل معايا ايه، عمل معايا انجاز حلو قوي. دلوقتي بعد ما خلصت كميه البفتيك وعملتها وتبلتها وعملتها بالبيض وبالبقسماط، خلاص هبدا بقى اشيل بواقي. دي حاجات بسيطه قوي مش كتير يعني، هبدا ان انا اشيلها بقى كده بالكيس على طول، وهوريكي هو انجز معايا ازاي. بصي ده كده خلاص هاخده ارميه على الباسكت،
وجيب معايا بقى الفوطه بتاعتي. طبعا انت شايفه الرخامه نظيفه، ما وسختش اطباق، ما وسختش حاجه. طبعا البقسماط والدقيق لما بيتحطوا في الطبق بيلزق في الطبق، وبتضطري ان انت تنقعي الطبق شويه، لكن بالطريقه ديت هتسهل عليك كتير قوي. والرخامه بتاعتك بقت زي الفل زي ما انت شايفه كده، وما طلعتيش مواعين وما طلعتيش اي حاجه خالص، يا دوب انت مسحتي الرخامه. حتى لو انت عامله في طبق برضو بتضطري ان انت تمسحي الرخامه، لان غصب عنك بيقع على الرخامه، لكن بالشكل دوت كده دنيا عندي بقت نضيفه. تعالي معايا بقى نقلي البفتيك ونشوف بقى نحضر اكلنا، لان فاضل حاجات بسيطه على الفطار. بصي دلوقتي المكرونه بتاعتي حبيت اوريها لك كده بعد ما وطيت عليها النار، وبتبدا بقى اللي هي تتسبك معايا وتشرب الميه، ما اتكسرتش وما حصلهاش اي حاجه، ولونها كمان حلو قوي زي ما انت شايفه، وكمان ما لزقتش من تحت ولا اي حاجه خالص. هسيبها بقى على نار هاديه جدا لحد ما تستوي معايا ويكون قليت البفتيك، واحطها على الفطار تكون سخنه كده وطعمها حلو قوي. جربيها بنفس الطريقه ديت هتعجبك قوي قوي قوي. هبدا دلوقتي بقى اقلي البفتيك بتاعي. طبعا تهدي النار على مهلك عليه بالراحه واحده واحده، علشان خاطر اللحمه من جوه تستوي وما تبقاش نيه وطعمها وحش، وكمان تكسفك قدام ضيوفك لو انت عازمه حد على البفتيك، يبقى تهدي النار عليه عشان يطلع معاكي حلو. طبعا انا مش هاجي جنبه مش هقلبه خالص غير لما الطبقه اللي تحت خالص تتحمر، بعد كده ابدا ان انا اقلبه على الوش الثاني علشان خاطر الغلاف بتاعه ما يتشالش من عليه زي ما انت شايفه كده. بصي دلوقتي هي اتحمرت معايا، هبدا ان انا اقلبها بقى كده على وشها الثاني اهي بالشكل دوت كده. دي لسه حطاها، طبعا اول ما تتحمر بقى من تحت هبدا ان انا اشيلها على طبق فيه مناديل مطبخ علشان خاطر الزيت كله يتصفى عليه وما يبقاش فيها زيت كده وانت بتاكلي. خلاص دلوقتي خلصت الفطار زي ما انتم شايفين كده، والمكرونه معايا خلصت لونها حلو قوي، كمان واحده بوحديتها ما اتعجنتش ما اتكسرتش ولا اي حاجه. عملت كمان سلطه بس ما عملتهاش معاكم طبعا لان هي مش مستاهله، طماطم وخيار وفلفل وجرجير وبصل وليمون طبعا، وشويه خل وشويه زيت وشويه ملح وشويه فلفل اسود وشطه. مش غريبه الفلفل الاسود، انا بحبه احطه على السلطه، دي طريقتي. بحب ازود شويه الميه دي لان بتبقى طعمها حلو قوي. كمان البفتيك خلص معايا زي ما انت شايفه كده، ودي عصير السوبيا، هطلع ازازه ميه من الثلاجه وهحط الاطباق بقى على السفره وكده. فطرنا النهارده بس كده، تعالوا بقى افطروا معانا حاجه بسيطه كده من غير افواره، من غير دبكة كتير، ما خدش في ايديا والله العظيم اقل من نص ساعة كنت خلصت الفطار. لو مستعجلة اعمليه بالطريقة دي كده، سهل قوي وسريع جدا. اتمنى يكون النهاردة الفيديو عجبكم، لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.